بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم وأجزل لهم المثوبة، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة الدارسين، رحمة المدرسين بالدارسين بتلقينهم أصول المتون، وخاصة متون حديث المصطفى وآثار المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليفوزوا بسعادة الآجل والعاجل والآجل. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح وقراءة كتاب الأربعين النووية في ليلته الأولى، ليلة السبت الثالث من شهر الله المحرم عام 1437 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن سلسلة دروس في متون الحديث النبوي الشريف، بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين. يسر الله تعالى الإتمام والإكمال، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونفع الدارس والمدرس والسامع والمسمع، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، آمين. اللهم آمين. إلهي بمهلا سبحانه وتعالى ربي نوتي سيريي عاوة إن أي نون نقطة هبينك أم بالله لهيني أحاديث نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كتب كتاب أوير أن نقع هدف كان أويه إن شاء الله عز وجل إن ربي نوتي سيريه رجوي إنك قبنه إن أنكمل سننك إيه صحيحينك إن شاء الله عز وجل هي أنت كيربا مقدمة عربي كوب حضي أنجو ذي وحيتهي طريقة متبعة ومحدثين تا ضدك حديث كان نبينا عليه الصلاة والسلام كشقين جري ويمهن دئي وظيفة وأهيد إلهينا سبحانه وتعالى ودين تانكو حفظي طريقة إمر جرنا أهيد مجالس توضع أما فرد قوضة حيكون بالله بجرين إن أي مقدمات كان نوعنا أي أخريان إن أي سند هي رواية أي تحانا يا هنجرتي سيدا أوجد أي وحنقول بالله بي فردقة إن أنك ورمه أما أم بدأميه سلسلة حديث كاس فلماذا إن بدنا وكمدا أي قانان حديث الأولية حديث كتحان أول من حدثني أول من حدثني أول من وهكذا حديث كان وحوق نقضى سيدة بضن إلى لقى قارة محوة أن إنك لله سفيان بن عيينة رضي الله تعالى رحمه الله إلى لقى قارة إنت كسو كيسو قف كستا ومحوها حديث كاسورية وحير هذا وهو أول حديث سمعته منه مرك حديث كأساق أمعان وين بحباسن يهي النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم أولية والله يفضى السنة كمرك لقدتك معناه وحباسن معنا أدوينة معناها محوية هي النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ذاتك النحريسته وخلقك أن حريسته ربي بقى أن حريس سبحانه وتعالى عليه رحيم كرحمن كها أي أن حريسته كذبنا مركو قاعدة لأن النبي قال التقريري عليه الصلاة والسلام أي وحولي مرك أمر بحنايا وحولي هي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء خلائق ده وربي أمي وأرلب كسوغا قدي هذا أن حريستا نوع كفتبع هذين ربي سمد كسوغنا أي إذين حريساني مركا ما دام قاعدة استاغنتها أمر كان وتاغن يهي
daraaiqda ama jidadka naxariista aad bay u badan tahay. Jidadka naxariista waxaa ugu muhiimsan qofka wax dhigo oo macalinka ah ama mudariska ah inuu diintan u fududeeyo, u taysiiriyo, u sahlo cidda doonayso ayaa naxariista waxyaabaha ugu weyn ka mid ah. Wa calayhi ayaan marka fadhigan u fadhinaa insha allahu caza wajal in aan u taysiirino, loo yasiro, loo fududeeyo dadka dalbaaya xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam mudayar oo kooban in ay ku maraan. La shaka sida qur-aankaba uu yahay aqraabta ama danaha qur-aanka loo akhriyo tadabbur keligii ma ahan. Waxaa ka mid ah aqraabta qur-aanka loo akhriyo litacallum, in la bartaa loo akhriyaa canuga yar oo 15 jirka ka yar tadabbur muxuu ka yaqaana, waa maya aqrintiisa. Marka waxaa weyn laa shaka thawaabna way leedahay, wuxuu bartaa marka litacallum. Kadalika qur-aanka waxaa loo akhriyaa laysa litadabbur axyaanan bal liistishfaa, in qofka muxuu ahaa lagu tufo kadibna uu ku caafimaado ayaa loo akhriyaa. Wa gayriha min alaqraad alkathiira, ilaa 8 qarad ayay culimmada gaarsiiyaan qur-aanka loo akhriya. Xadiidka nabigeenana waa la mid calayhi salaatu wasalaam, isna aqraabta loo akhriya iyadna way badan tahay. Mid waxaa laga yaabaa inay tahay lilfiqh walitafhiim, in hal xadiid muddo dheer la akhriyo si ummaddii ay ugu dhargaan oo waxaa weeyaan macaanidiisi dhan walba iyo axkaamta u xambaarsanaa in ummaddii si fiican looga muxuu faahfaahiyo. Waxay ka mid tahay ujeedooyinka iyo aqraabta xadiidka nabiga loo akhriya calayhi salaatu wasalaam. Waxaa ka mid ah lilmuruur, in la dulmara, in la dulmara xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka dhagaha loogu rido ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah lilmuraajaca, qofka inuu muxuu ahaa horaan u soo maray waxaan, inay u noqoto cashar celin ay u noqoto ayaa ka mid ah. Marka hadafka iyo qaradka annaga insha allahu tacaala aan ka leenahay tadriiska iyo dhigitaanka dowrkan insha allahu caza wajal wuxuu yahay in la dulmaro xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo 40-ka ilaa sunanka iyo saxiixaynka la maro muddo kooban oo qiyaasi ahna lagu maro insha allahu caza wajal. ilaahay baan ka baryayna subxaanahu watacaala biasmaa'i lxusna wa sifaatihi lculaa inuu noo taysiiriyo, noo kamilo, adduuniya aakhirana na guuleeyo. kadibna waxaan u gudbaynaa insha allah caawa haduu ilaahay qadaro majlisku wuxuu noqon doonaa waa majlis koowaad. Kitaabkan waxaan isku daynaa insha allah caza wajal inuu ka badanin lix majlis, inuu lix majlis insha allahu tacaala ku dhamaado ayaan rajaynaa biidhn illahi caza wajal. majliskan koowaad marka waxaan ka hadli doonaa ahamiyadda uu leeyahay xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam. kadalika waxaan ka hadli doonaa nubda muujaza can alimaam annawowi wa kitaabihi alarbaciin, imaam annawowi oo tarjamo yar aan ka bixinno kadibna kitaabkiisa 40-ka ahna isna aan in yar ka taabanno guud ahaan looga hadlo. waxaan ku soo khatimi doonaa insha allah caza wajal muqadimada kitaabka 40-ka ah oo imaam annawowi u sameeyey, waa muqadimo aada u qiimo badan oo nafiisa ah. imaam annawowi xaqiiqatan muqadimaadkiisa waa la yaabaysaa, isna waxaa la mid imaam muslim oo saxiix muslim markuu muxuu ahaa muqadimadiisa xitaa waxaa lagu qaatay risaalooyin magister iyo doctora lagu qaatay muqadimada imaam muslim kitaabka muxuu ahaa saxiixiisi ah. marka muqadimaadka wax badan oo aan caadi ahayn ayaa ku jira insha allahu tacaala taana waa ku khatimi doonaa. ahamiyadda haddii aan ku bilaabo xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam in la barto oo meel laga keeno ahamiyad intee la uu leeyahay. huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata. ilaahay wuxuu soo bixiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummiyiintii, dadkii aanan si wax loo qora iyo si wax loo akhriya aanan aqoonin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala usoo saaray nabigaas, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. kadibna wuxuu ku dul akhrinayaa aayaadka, kadibna wuu tahirayaa, wuxuu kaloo barayaa axaadiista xikmadda waa axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam. wayucallimuhum alkitaaba, qur-aanka ayuu barayaa, iyo walxikmata, sunnadii weeyaan. marka ahamiyaddaas intaa la eg, nabigeena soo saaritaanka la soo saaray inuu qur-aanka dadka baro iyo inuu sunnada baro ayaa ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam. xadiid aada u cajaa'ib badan
أيو نبي أنا صلى الله عليه وآله وسلم كورني عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن حليه هاي عبد الله بن مسعود نبي أنا يا حكم غلي صلى الله عليه وآله وسلم سقوله نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ فرب مبلغ أوعى من سامع حديث كاس إمام الترمذي ابن ماجه يا وريي وأنا حديث صحيح حلي النبي صلى الله عليه وسلم ربي ها نوري وها افتيمي وها وناجي وها بركي قف نقمق لي قول أنا قال لنا نقمق لي كدبنا سيدي أمق لي دتك وقارسيي قف كأيساق النبي عليه الصلاة والسلام حقود دعوية إنو نوري إنو إلهي بركي إنو بوسكي سكرو قاضه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليه مركز مقشد كدبنا سيدي وها وقبتت كدبنا قف كالأدقار تيسيد دعاء داس نبينا يقول عليه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء داس نبينا عليه الصلاة والسلام مستجاب ويان لم رديه نبي قوح حكو عليه صلى الله عليه وآله وسلم حليه فرب مبلغ أوعى من سامع قف لقار سيي ونعني قم مقلم وقف كي أقار سيي قف كي لقار سيي أي مرك غار إنبضا أما مرك غار كبته أو كحفظ بته أو كأقوم بته قفك وحجار سيي. ولماذا هذا وين هذا أركتين؟ قرآن كفسره تفسير كمحوها ومدى أفسره معلم بقى قرآن كصبري معلم كأسرق قرآن كسرق سرق يا جار سيي. لكن إذا ضبطه حق فقه جاي أقومته وحق كأقوم بدن بابك إسرق لا شك قفك شيخه ومبلغ كان شيخي إسرق هيقول لك جار سيي أي لا شك كجاء قوم بدن معلم الجالسي. سيدا سؤال علمي قف بمحوها من برفولي أما بكرسي كفر يسني كلمة شيعي كلمة دي دت بدن بكم مغلي دت كأيجها وكم مغلي إن بدن وكم ده وكجاء قوم بدن نايان. مركا إلا رسول النبي جانك عليه صلى الله عليه وآله وسلم مركا أديك جالسين تهلا جاهلو كجالسين تروح حكوا الرئيس إن أديك قبتيد أو سيدي النبي كشجع صلى الله عليه وسلم وقبتيد كدمنا أدقد بسيد. سيئات قوكو ليس تدعو على صنبينا عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي سوى كهلا حديث كإقيمه سبحانه رحمه الله رحمة واسعة من طلب الحديث قويت حجته قفك حديث كضلبه وحديث كالنبينا صلى الله عليه وآله وسلم برته حجدي سآد بيحرق بالنانسة قرت حقي سبحانه مريسة دائما قفك أنا الحديث كأقونين دائما محوها ولقى رياه حلاء إيمانيا هذا الشيخ شيقي وحلا إيمانيا محوها حديث ضعيف ولا إيمانيا وحلا إيمانيا أفكار كدبنا وحلا هرجة حديث النبيين عليه الصلاة والسلام صحيحة كدبنا حجدي سلكازي كبريسة من طلب الحديث قوية حجته. الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله أي وحال يري استجو لي بني وين نقضي حديث كان أذ درس عضه شيخنا أي وحال يري إلى متى تطرب الحديث حديث كان ولي قاعد درس عض محوها أن كذا مانين وحلاية هاي وأي خير أنا فيه خير من الحديث خيرك بضن يوراجيه بضن كجرة حديث كما بيجانا صلى الله عليه وآله وسلم الله طلبه متك خير بضن مياد تقانا وناجيه بضن عني أنفراه كرجرة أن هذا كدمنا أنت أسكتك عبها وناجس أيك وناج بضن حديثك إن الحديث خير علوم الدنيا الدون كان علوم طلبرته سجع ياو خير بضن يولي هاي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الوناك بدل مساس وكله وحاكوها للي الإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة في كتابه أدب الطلب ومنتهى الأرب وحليه اعلم أن أعظم العلوم علوم فائدة وأكثرها نفعا وأوسعها قدرا وأجلها خطرا علم السنة المطهرة فإنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز ثم استقل بما لا ينحصر من الأحكام حادقة أوليه علومت كان أوين أوصل رأيه وحق النفع جرى وجبرا حق قيمة هنا واسع سن حق وناجنا وجو وين وعلمك علمك السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محيي لي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتنكف على قاضي إن قرآنك لقعد عديه إن لقعد عديه قرآنك قرآنك كريم ككتابك الله سبحانه وتعالى صلاة وكلت سالها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أنت صدين ولا دين لها
أنا النبي أنا صلى الله عليه وآله وسلم حديث أن لهن لهين سيلا تكن لها حنفلا يا دور محوها قيب وضع نوكر قيب سامي لهن سكلا دوما أوكر تكن لهن لكن قرآنك سنة عدينيس أيضا دان لهن قرآن عدانك لما أركم أنت أو حديري لصيئة وحي لقوني نقطي أحكام أدو بضن أقول لكوبي كريم أن قرآنك الله حديث أتسكس أرد ركت أذن كهلين أي سنة قولي للنقطي مارك إخواري حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيمها إبوسك أي جوكتا وحاوي أن بوس فضد ماهن وحارنت أيضا رنتي دبا مري وقيمها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي لا رحي أنا أدو أغان كدمنا بادي يوبي قروبي بضن وحاكم لمن لا يرهده القرآنيون وشبه الجزيرة قارة الهندية باكستان الهندية بنغلاديش إذا كانت كسر بالأوضي حتى نمي لبضا كفافي وقرآن كمحوان من لتاقن نمين عصبنا ما أهلا وقتي حتى الرقي ابن السيرين يرقص أي جوغين وتابعين تي قيب كميت حتى أي جوغين أيا وحيده جرين لا تحدثنا إلا بالقرآن حتى قار صحابة جوغ عليه الصلاة والسلام لا تحدثنا إلا بالقرآن مركا حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بوسكس أي جوغان لقبا مار قفك مؤمن كأنا هدو دونا يا إنو محايد دينة الله برطه وإنو كتابك الله برطه كدبنا سنة النبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإن بضن كقاته قيب بضن كقاته حانو قد بيا مركا ترجمة إمام النووي عليه رحمة الله ساق إنا نحوها يا رب الآمنه إمام النووي حوها مقع إيسا وحالي لهذا الإمام العالم الزاهد أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ابن المري ابن الحسن ابن الحسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام الحزامي الحوراني الدمشقي الشافعي ننكاس وإمام النووي عليه رحمة الله مقعيسة وحويا يحيى بن شرف النووي كن يذيسة كن يذا حال يرضى وحي أما أبلغ باللابي أما بهو يلغ باللابي يوح لمده ما صدر بأب أو أم أبو عبد الله هي أم عبد الله يوكله كن يدي سمركو حالي لأبو زكريا حنقو حالك سورنا هاي ونو إيمان إن شاء الله عز وجل إن إمام النووي يوسم ولي قرساني أفرتني شمس لنا وقود انتي أبو زكريا نوال ليري سيسوق بني سمرك وحالمت أينا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إينا وحالي لأم عبد الله إينا ولي حمين الدلين أرنت أيضا وحويا وطريقة يجد أي لهن منك الرياع البيض أي لهن جرين هو أبو زكريا أوكلا يحيى ما دام اللي يرهدو قفك يحيى اللي يرهدو إن أبو زكريا كنيا لوغرده قفك يوسف اللي يرهدو إن كنيا لوغرده أبو يعقوب عربت أي لهن جرتي وطريقة أي عربت مران أي لهن جرتي تنكال قفك مركا لإحترام أما لقيمين إلا هدرتان لجوغ إن أبو هبل اللي يرهدو وأبو عبد الله أبو يوسف أبو علي أما أم فلان ليلة هذا ونقفك مقع عيسى مرتحن أن لا شيئين أرنت أيضا وعبقا عربيت أوليب كرم إي ولاك أيضا أنبضنا أيو أركان هذه أتغفت روير هابلو سيد أنك هذا بغن كان عادي ونبكى لهين أترى هذا وحلقة وقفك نوير هذا قفك المحشون أيميا ومكرامين أيميا وأن الشيخ أو عالم أتري ورهابلو ساسوك لي ساسي أركيا مرك قفك دي مربع وقف يرى محترم يهين ليلة هذا أبو فلان ساس أيا وحاويا نغنو أهيد مرك سيد أدرت أبو زكريا يا ليري وحولي لقب لقب كسجر وحويا وعام وكوي هاي محي الدين لقب كسجع أسنا وكفارته أما با نانيس أيال إلى هذا لقبك تأيّد مرك ما أشعر بذم أو مدح أيال إلى هذا وحي كتوسة أما أمان أما كتوسة عي وقفك حوا هدي لي إلى هذا وفرحه وما على سال الله شيئا أما أمحوا كحوا ماذا أيال إلى لقبك لقب كيسنا محي الدين دين تكينه لي waxay kasoo noqonayaan rag badan in uu aad u diidi jiray in la yiraahdo muhiidiin xayale waxay tahay taskiya iyo qofka in la amaano diintii nooleey ficil wax badan buu diintii Ilaahay u qabta subhanahu wa ta'ala laakiin uu nujray rahimahullah waray dimashq oo magaaladan dimashq ayuu ka wax bartay umadan wax ku baray kadalika wa shafi'i min al-a'imma al-kibar ash-shafi'iyya somali annaga kullay bihadi imam an-nawawi la yiraahdo waxaan filayaa nin shaafici ah oo nooga muxuu ahaa culays badan oo nooga fadli badan oo anaga wax tar ahaan nooga wax tar badan uu yar yahay maxay yeelay kutubta ama fiqhiga ha noqdeeno ama xadiista ha noqdeeno
وأنجأ تقريبا نوعه جعان مدق نوعه وأنجأ عن دينته على كبره أنت بدن إن بدن وكم إذا إمام النووي أيه وحويا رحمه الله ألفي وحكم إذا كتاب كان عد جعت عن كهينه وكتاب الأربعين النووية وحكم إذا كتاب كرياض الصالحين أو جري جريها إن كم إذا على جوينين وحكم إذا شرح الإمام مسلم شرح صحيح الإمام مسلم أو المنهاج كتاب كصمحوها شرحها صحيح مسلم ك إمام النووي أصلا محوها ألفي بنك كلاات وكم مهم سنة أنا كمان كصومالي هنا هنو كتاب كلي منهاجك وقفك منهاجك أنا أقول الشيخ نما إيو أقول إيو اللو تيرينين أي الفقه حقيس خاصة سنة مؤلف كيسة وإمام النووي عليه رحمة الله مرك إمام النووي رنتي بوس كيسة بوس فضود ما أهم ضل شريس وحي أهي سنة كي اللحب وقل صدني كو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بشا هذا أنكو جرنا كلا وبشا محرم أيو لشي رحمه الله ورحمة واسعة وحونا قيريوضي هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركة إيه اللحب قل لحذا لحب قل إتضواطا إيه لحذي أيو قيريوضي معنى هذا وحيث مركة هذا عاوضا أنجوكنا أما بشا أنكو جرنا مركة لقد تريوه إلى ما أنت انتو لحيثه تضواط بقل إيه لحذا سنة أيو إمام النووي سيمو تنهي ود قيريوضي مع ذلك إنقنا من ما ننتس إلا ما أنت حرتيس أي أدون كمال البجوكت أنك كمدة علماء أنك كمدة أرضي ذينا كمدة قدنا إن شاء الله عز وجل وهكذا أو علما ورثه وعلمي أنا نقوين مرك إمام النووي وننكس وحب الله علمي إنه طلبه استقوى يارو طلب جرأ أيوب بالله بي قرآنك وحب الله بي وليبا بالله قيسر وحواها بالله آدو عجائب بضن وآه إنو آدي آد أددال بنا إنو جعلان جري آدو جعلان جري إن وقرآنك يهوشان دينيك آه وكميل كانو إسو آدو ير نين وناكسن وعلمة دي وقتي إسكمدة آيا وحو أركي إمام النووي وإلميها إسوو تقن أماندود ويكو قصبايان إنو الله عيارو إلما هو تقن واتبان جر مركز تقريبا قصب يا وحليل إلا وإلا رلا عيار أسنو أين يا قصب يا مركو أين أولي بقرآن وآخرنا يا أدب ريابي كدي من مركو أجاذي إن كان جهدي إيه دلالك كجرة أي معلن كيسو التجي قرآنك براي حي إن كان وحنفلا يا حين نقدنا أعلم أهل زمانه وأرفعهم قدرا زمن كان عن قصو جنهاي عقون أهان إنك وفي عين نقدنا يا من سنهاي وقنا الدرجة السرية وحديلي ساكود ذا إن كان وجهدي بدن كبح ساس أيو كويري مركز أو حير أو منجم أنت أديك ما قليها حدقها في رياتها ونكاس وحكا كلائم مركز سوير ميا وهذا الرب قال واجي سبحانه وتعالى فعلا وكد ذالي كدبنا إمام النووي وحن نقضي الإمام النووي مركز ساس أيو أها إمام النووي إلهنا سبحانه وتعالى وبركي علم جيسي واخت جيسي إله وبركي علماء وحكم ديها العلماء والعزاب علماء أنا نقول سنين أيو كم ده نلا إلى يافعي وحرتي إذا كم ده أيه وحولي أيه وحلو إيري إمام النووي قول أنت أوسن قول سنين اللي نقول كوسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أنا قا وأنت كذا وأن صحرا وأن صوما وأن أفرا وأن قول سدا وهكذا قفك مركز سنة ذي دكتقه إذا من ما أنا قا إيه محوها وما ديت كمين ماهن أما إيه كمين ماهن مركا سنة ذا سنة بيقى محاضوة تكتالقو قبصدي مركا وحوليها إمام النووي نبتيسة أخشى أن آتي بسنة وأدخل في محرمات كثيرة إن سنة الله إمارو أيان كبقيا كدبنا وحيا وبضنا حران عن قورت لقل أيان كبقيا قفك أسقع سيقانه قفك الإنسان عريف نفسه قف هذه نفط هذا كايقان لما أرك مدك على وقت ما بهين بما منهوي عليه رحمة الله هير حتى عن نظر إنه ما لدون تما أودي كريم إنه ضرك محاس وكلا بدأ شما أودي كريم ما أنت وحجال الجري طبعا إلا بدرسي أما طبعا يكو درسي ويران وما أنت طبعا يكو درسي بالقياس أنا جو حلاقي أبى درسي كان ما أنت ونعاو بلوني أو لقي أبى إنه سعد أفرتني زيد دقيقة هل ساعة ساعدي طبعا دقيقة إن الدائمين بلقي أبى وصامها نعم سجن ديلي إيمانك أستا هو حاضر جري تمني لبا درسي أما تمني كود درسي سيد مشهور قا تمني لبا روايات قارن حشيء اللي تمني كود درسي أهي
tobani kowdaas darti marka goormaad shaqaysani goormaad naag u khidmayni goormaad ilmo dhali goormaad hawl kale qabani abadan marka waxaa laga yaabaa ka tegitaanka uu ka tagay inuu ugu tagay inuu hawshaan bal horta meel saaro malakumowdkin dee isagoo yar buu ku dhacay oo 45 sano ayuu jiray calayhi raxmatullah culammada aad baa loo ammaanay imaam annawowi waxaa la yaab lah runtii إلهي سبحانه وتعالى وحول القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تتك إلهي سبحانه وتعالى الرميي عمل كسوبنا الله إماضي كالقعيلاء يا رب سبحانه وتعالى وحوق أبو راه قلوبت مؤمنين نبي قالنا صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام مسلم أوريي أيا وحالوير نبي الله قفبا إنتو عمل وناكسن سمايو صلاة في عمبو الدكري وخشوع له صدق الله بحي وراك بالله إيمادي وجهادي وجهادي وهكذا وراك بالله إيمانيا كد من ذاتك أكو أمانيا أرنت أيضا رحمه لي ميسا النبي قال وحوله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن قفك مؤمن كأه بشارة إله أو بشارة إنه جنة يو إنه كرامة يو إنه مال في عنق يو وبشارة أو رب سبحانه وتعالى أسود دجي بشارة أيضا هي الله أسود دجي ويان markii imaam an-nawawi ficlan marka aad aragto dadka culimada oo la casriga ah iyo ragga ka dambeey sida ay u hadlayaan waad garanaysaa inay tahay tilka bushra ajil bushra al-mu'min al-imaam ibn kathir alayhi rahmatullah ayaa wuxuu leeyahay markuu ka waramayay sheikhul madhhab wa kabiirul fuqaha madhhab kan shaaficiga ah waa sheikhii ibn udri munaazaq qof kula doodi karo lama arko waqtigiisi sheikha madhhab ka weeyaan madhhab al-imaam shaafici wal jada fuqahada madaahibti kale oo zabankiis joogtayna kan u weyn ayuu ahaa ayuu leeyahay alimaam aldahabi fi siyarihi wuxuu ku cadaynayaa wuxuu leeyahay wuxuu ahaa imaam annawowi mid aada u laazima cilmiga aadna ugu dadaalo weliba daqaa'iqihi meelaha muxuu qarqarsoon oon in badan dadka ay dul maraan oo dadka ay u degin cilmiga ayuu u dega jiray hoos u gali jiray naftiisana aada buu u daahiri jiray taskiyat nafs oo istatuska kibirka kor isuqaadka ha lagaa sheegada baabkaas ayuu naftiis kala dagaalami jiray kadalika tabi xumida iyo tabiicad xumidan waa kala dagaalami jiray naftiisa aad buu u xaqiri jiray xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam aad buu yaqaanay mutuunta inteeda badan oo axaadiistana kor buu ka yaqaanay ragga axaadiistana aad buu u yaqaanay wariyo wuxuu ahaa mid aad iyo aad ugu dhargay aqoon fiican u leh culumta islaamka oo dhan ayuu leeyahay waxyaabaha laga soo naqliyo culimmada islaamka waxaa ka mid ah alimaam alxaafid asubki kitaabkiisa majmuuca oo kitaabaha la alifay islaamka culamada islaamka ay alifeen kitaabaha ugu weyn ka mid ah ayaa imaam annawowi isagoona dhammaynin ayuu geeriyooday kadibna imaam asubki ayaa marka wuxuu bilaabay inuu dhamaasho tiro sna ilaahay uma qadarin u dhamaashtiro dabcan marka markaasaa wuxuu leeyahay waqad yakuunu tacarudii lidalika maca qusuuri can maqaami hada sharx isaa'atan ilayhi wa jinaayatan minii calayh waxaa dhici kartuu yidhi kitaabkan aan u bambaxa oo inaan dhamaashatiro imaam annawowi siduu u waday anna inaan maxaa ku dhamaashatiro waa fiqiga muqaaranka la yidhahda madaahibta o dhan ayuu waxaa weeyaan isu keenayaa oo miduu ka taga aan la arkin adiladii uu keenayaa wuu tarjiixinayaa hawl badan buu ka qabanayaa fiqiga marka inaan u banbaxa kitaabkaas aro muxuu ahay aada iyo aada iyo aada nin isu dhaliila ah oo ka aqoon yar aada iyo aada ugu aqoon yar booska imaam annawowi inay noqoto isaa'atan ilayhi inaan xumaan ku sameeyey oon booskii aad lahay iyo qiimihiisii aan muxuu ahay dhulka ka dhigo inay noqoto ayaan ka yaaba ayuu leeyahay oo dembi aan adiga soo gaaraba lianna meel aanan gaarin inaan laacay oo imaam annawowi wuxuu muxuu ahay meeluu maray inaan muxuu ahaa anna aan maro arrintaas ayaan aad iyo aad aan u arkaa uu leeyahay waan ka baqayaa imaam subkiina runtii aqoontiisa waa in la yaqaano oo muxuu ahay qarsooneen xagga cibaadada wuxuu ahaan jiray calayhi raxmatullah mid soojood badan iyo qur-aan akhrinta iyo qoritaanka axaadiista nabigeena iyo axkaamtaba kadalika soonkiisana aad buu u badnaa culammada qaar waxay leeyihiin kaana yasuumu dahr zamanka dhan buu soomi jiray dabcan saas macnaheeda waxaa weeyaan intiisa badan weeyaan lianna wuu ogsoon yahay imaam annawowi calayhi raxmatullah inay arrinta ayada la ogoleen oo in qofka muxuu ahaa uu weligiis afurin oodsoonaad inaan la ogoleen wuu garanayaa calayhi raxmatullah laakiin inta badan wuu soonaan jiray
inta sadiiyan kaga gudubna tarjumaada imaam an-nawawi urunta hadii loo baahdo in la waasiciyo u baahan duruus badan waxaan u galiyna kitabka 40 ka nawawiga kitabka 40 ka 40 al-40 al-40 an-nawawiya tan koobaad waxaan ka bilaabayna arfartan xadiis ma ahan wa afartan iyo laba xadiis muqaddimana ay ka horayso bab khatima oo kutuba in badan aan ku oolina oo muxuu aha mushkilka ama waxyaabaha alfada iyo erayada aad adag oo ku yeela xadiista baabu ku sharxayay Cali raxmatullah saddexda qaybood ayuu ka koobay kitaabka xadiistana waa afartan iyo labo xadiis laakiin carabta caadada waxay ahaan jirtay jabrul kasri shayga jabka ah ama baqabyada inay dhamaashtiraan haddii aad soddon iyo sideed sheegi rabo wuxuu leeyahay afartan hadduu afartan iyo laba sheegi rabo wuxuu leeyahay afartan qabyadaas ayay diidi jireen oo dhaqankoodaas ahaan jiray wa calayhi marka axaadiista waa afartan iyo laba xadiis taas waa tan koobaad tan labaad axaadiista kitaabkan ku sugan ood koobay waa axaadiis aad u badan culimada in badan oo ka mid ah waxay ku sheegaan inuu yahay axaadiista qaarkood waxay ku sheegaan sida imaam axmed bin xambal iyo keyrkood ربع التشريع شريعة الضمبة مرك أفر من الواقع بها هل ملو كم ده حديث كو إناي الشيغان ويدهان حديث كاس أي يكون في لنبا أما با شريعة الضمبة لو أفر من الواقع هل مل وحديث كاس إناي دهان أو ثلث الدين دين تضمبة سدح ملو مرك الواقع بها هل مل إناي دهان سيد الله يري سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ثلث القرآن مرك حديث تاس إمام أحمد وشيغ وحكم ده حديثك كوباد ونقول بالله بدون إن شاء الله عز وجل درسك بري وآها إنما الأعمال بالنيات إيه حديثك كلاؤه كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إيه حديثك سيدحادوه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك المشتشابهات فقد استبرأ لدينه وعرضه سيدحاد الحديث أي مدو البقار ومدو حالي وربع الدين أما ثلث الدين من حال يروى ربع الإسلام وهكذا تعليل أيو صار مرك إلا أيو صار إمام أحمد بن حنبل وحوليه محيي لأعماشا لما أنت لما أقبله هدي أينا لقد تاقين ولقد سنية لي لو هيلين أعماشا كالو فرع أحكامته وكالنا أيضا وحال لازم إنا يوافق ده وحي النبي قال الله صلى الله عليه وآله وسلم وحديث كلابات تنسى دحانا أعماشا لقبنا waxay u qaybsantaa qaar xalaal iyo qaar xaraam iyo qaar mutashabihada marka xulay diintoo dhanba diintoo dhanba saddexda xadiis kama baxaysa ayuu leeyahay alayhi raxmatullah culimada qaar marka markay xadiistan imaam an-nawawi isna uu sheegi doonaa oo marka muqaddimada aan gaarno insha Allah azza wa jalla uu cadayn doono wuxuu dhihi doonaa waxaan u doortay xafartan gaar xadiis lianna ba'daha wasifat bi annaha madar al-islam alayha aw thulath al-islam wa ma ila dhalik xulay waxaan u doortay culimada in badan oo ka mid islaamku waxay sheegeen in axaadiista qaar uu keeni doono ay yihiin rubaca islaamka ama ba thuluthka diinta wahakada saas ay sheegeen culimada qaar marka waxay yiraahdeen imaam an-nawawi axaadiis badan oo macnahaas xambaari karo oo diinta qayb iyo boos weyn kaga jira oo laga yaabo inay abwaab badan kulmiyaan ayuu ka tagay xadiis ayada waxaa ka mid xadiiska mutafaq ah uu nabiga rasuul sallallahu calayhi wa alihi wasallam alxiqu alfaraa'ida bi ahliha wa xadiis ka warrama faraa'ish أما هن نقطة قيبة الفروض المقدرة أما هن نقطة بنك عصبات كن نقطة ألحق الفرائض فرائشة هل هل يشيو بأهلها واللحظ قيبوت لحظ وياد الفروض المقدرة في كتاب الله ربع يسدسكي يثمنكي يثلثينكي ينسفكي وهكذا فرائشة أصبرك دتكي لها هل هل يشيو ويح مركز صوحر أو انت وكسو باقي النقطة فلأولى رجل ذكر عصبته أيك الله مرك قفك مرك جوج أو رجع أو أدو أيام مرك الله سينا يا ساس النبي صلى الله عليه وسلم مرك فرائشة مرك لقتك آياتك ومحوها آيات سورة النساء مرك لقتك وكهل ليس فرائشة وحويا حديث كان وحوي هاي قندك عند أيوي هاي علم علم فرائض في هذا إنه الشجع يا هي تانا وحلق جوابي يا الإمام النووي عليه رحمة الله لم يشترط الاستيعاب شرط كمان يجن إنه حديث تن أو مجا عسل وش شيء أو لير أم وثلث الإسلام أما بابا يكو آدي أما علوس لير إنه محوا كوب كل مهل كان شرط قص محوا ما شرط سن قف كوح أوسا نسق كدي يجن إن لازم أو دش إسك سار دش إلا قصارة ساح ما مركا حنو قد بينا مركا إن شاء الله عز وجل إن أنقل مقدمة الكتاب
قدمت كتاب فرك وحوين وفسر استسارتان إلا الزر سارة والفاضي طريقة دي هراء علماء دي أي وحكو أخرين جرين أي أولو دي آدي آد طريقة إن شاء الله عز وجل أم وحكو أخرين دون مركي غارو حالقية بقفين إلى وروحا لدول مرأة لددين أو المحايا هين حدو قاتن إخواني في الله هرانا وان شاقني إن بضن إيو أقراض بضن الله أخري حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنا جرتو أيان شاقي كذلك وحدو قاتن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدء في سرجة حديث لمارك حديث أن مانتا نقلنا إنه كمانانكا أوتنا مدل في سر لمارك إن ير أو إشكال إيه عريس انتو كقالي كدي من أي لهذين محوها النبي الله وحا محل رجدا أو كوكوبا لكن انت بدأ انت الله شاقة وما دقاق جرين أي سعون جرين مارك إصار كدب عيبا ملها لكن أي أن الشرح آتك أواسع سنة لغمان مارمو سلو فهم حكامتي حديث كجرتي si loo fahmo macaanida waxa baarsan yahay si loo fahmo la taayiftiisa banka ha noqoto riwaayada iyo sanad ka noqoto ama dhanka diraayada iyo matniga ha noqoto laga ma maro laakiin umadi iyo basharki waqtigan joogay dhaafatil himam waxa aad hoos ugu dhacay cilmiga in loo sabro ayaa yaraad sida dhabta halaga yaba darsiga maalinta horeeyso masaayid ku buuxa maalinta labaad qayb baa bixi markii dambe waxa laga yaba markuu kitaabka muddo socdo inay soo haato 15 waxa kada waa dhaqan macruufa basharka asa ka sameeyay ما دام بشرك وساك سميسن يهي إن مركا أنت أنا وذي كرنه لقد بطورة مركا أنت ولي أين عجزين محوها لقد بطورة ورسيقات سندويجها رسيقات إلا يرى تاسع يلقو قصبين يهي سيدا أوجد مركو حلقية أبا إنا شروح بدن إيه تفاصيل بدن لقب حينين حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمة دي أنكب الله بينا مركا مقدمة دينا أي أنه حنبرا رجنيا كتبها قار أربعينك ونسخت هذا الله هايو كمتها على مقدمة خلط كوين أو دعي كمتاي إن لجحت فه مقدمة إمامك لأن فهمك كتابك إيه حديثك إن بضم كم تروح حرين هاي إن جوجل لعي كتابك الله يله كتابك قارقية لقارقكم يل ملك قفك كدة داره إنه كنت حم كتابك دونه إن شاء الله عز وجل إنه هايسته وهلا كتابك مقدمة له إمام النووي عليه رحمة الله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه حلي إمام النووي عليه رحمة الله الحمد مهد لله الله أسقناتي رب العالمين مخلوق ربك وأها قيوم السماوات سمدها عرارك ربك تاغي اونا تاغناي اي والاراضين الرضان ايضا اون دول تاغناي ربك فيديي اونا تاغن تصرف كذا اي محوها امامل كذا مدبر الخلائق اونك اوطن مدبر الخلائق اونك ما ملك هذا اتاغن او تدبير كذا كشقيه اجمعين الامانتوت باعث الرسل عليه رسوشة سو ساري صلواته إله نحرسيال كيسا إيه وسلامه النبد قليوين كيسا عليهم رسوشة دوشو رهاها إلى المكلفين ددك مكلفين تأسو ساري إلى المكلفين ددك لعلسيي أسو ساري لهدايتهم إلى هنونيان إيه وبيان شرائع الدين دين تشريعات هذا شرائع الدين تأي أحكام الدين تأي إن يوعديان بالدلائل دليل يلا يوعديان القطعية أجوان وحقائقها وحقيقة إيه واضحات البراهين إيه حجوين عطعت إن يمحوها خلائق ده كهنونيان أحمده حن مهذين يا ونومها النقيا وقومها النقيا على جميع نعمه نعموين كيسي لمانتد نعمه نعموين كيسو دمانتد أيان ربي سبحانه وتعالى أقومها النقيا وأسأله ربي وحان ويدي سنيا المزيد ليري إيبير أيان كويدي سنيا من فضله فضل كيسو إيبير إينا بمحوها زياديو إي وكرمه كراموين كيس ترضى بضن إنه ربي سبحانه وتعالى سيئا أيان ويدي سنيا إمام النووي عليه رحمة الله وحكم الله بكتاب كيسو ربكم هذه سبحانه وتعالى عالمك سيدا لا يقانو مشهورك إنك صيجرته قول كلا
وعالمك إن اللوجود إن محوها وجرة لكن سيدا عامك ومشهورك العالم بفتح اللام هذه عالمين اللي يرهدو عالم وجمع عالم كل ما سوى الله بيكو الشغانو إن بدنا محوها فسره عالمك العالمين هذه اللي يرهدونا وجمع عالم مخلوق وطن أي عالم لو يقانا رب سبحانه وتعالى مركه سماوات كان يسقى يا أبوري رفع السماوات بغير عمد ترونها سماوات كان أيضاً تير مغدلة هين أي رب تاج سبحانه وتعالى إستقع يانا أتاقن رب ككيني تانكي أفتنك ككيني تانكي كلل ككيني تانكي كل ذلك رزق ككيني تانكي عمل كأقاذي تانكي إستقع يا رب سبحانه وتعالى أتاقن نعم أرضنا وكساس وكالو أرضنا إستقع يا أومي إستقع أبوري كدبنا إستقع يا أتاق سبحانه وتعالى تاقينا خلايات ضررنا سقى يا مامورا مد بودلي مد أبوري مد إرزاقي مد عافني مد جريني مد كرو قاضي مد هصولي وهكذا خلايات ضررنا رب سبحانه وتعالى سقى يا محوها مامور كذا عندك هاي رسوشة رسقى صو صاري رسوشة حلوشة قاينا يهين سدح بقول طبعاً إيشان أنبيتنا أد ما حلوشة عدد أدو بدن إنكستو حديثك كسو أروري مقال وكجرة أنبيتنا عدد كود الشيطان كيسا أنبياء لصدر مالك إنا أمد هنونيان دين تأيو عديان وليبا أي حجوين عد لا إمادان أي رب سبحانه وتعالى أصدري كدبنا إلهي بوكما هنغ سبحانه وتعالى فضل لغا رب سبحانه وتعالى إنو زيادة إي كرامة دي سنة ويديستي أفرت إشان بكل إنتي وحوكتك هدي لأروريان كن مجلد حد كتابه قارو إمام نو وكتك حلقي أبو هل كتاب إبن نووي وكتك علي رحمة الله إن طبان أما طبان إشان أما الله تنقف أي كتاب أي كتاب كتاب دكتوراه أما ماجستير أي كتاب لا شك ربي سبحانه وتعالى وكرمي واجعل لي لسان صدق في الآخر مسجد كستا رياض صالحين بالآخر نيا قال الإمام النووي علي رحمة الله كرامك وين حقيقة إيمانيس إخواني عمري جيسان أركا أنك أفرد إشان جرت قفكا فلاديس قياس محوية هيوة حدو محوها تنقاريا وحولي مرك إمام النووي عليه رحمة الله تنكلا كتابك إن شاء الله تعالى هل مرمان مريدونا على خلاف المعهود سيد الله يقانه كتبته لا بجر يا الله مرة مربا الآخرين كدب والله شرحه كدب من مربات با محوها لقو عليا إنه ضرورة ما دو أو سؤال لا يتما دو باب كلا لكن أسألك إن شاء الله تعالى أنه وقت كفائدين هل مرمان مرينا إن شاء الله عز وجل لو مرة إسكت طيب إلا مرة عربي بلغو مري مرة صومالي بلغو مري والله وجرب نعم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد حنقر إياه أن لا إله إلا حق لغو عبد إلي سنجرين إلا الله ألم وإيان الواحد أكليها القهار سند الله خلق جيس خلق جيس سند الله سبحانه وتعالى نعم الكريم الذي ديقسي أها الغفار رافتان كبرنا وأشهد حنقر إياه أن سيدنا سيد كنقه محمدا أها عبده الله أدونك سنو يهي ورسوله الله رسولك سنو يهي وحبيبه كي أجعل يهي وخليله كي خليلك سها نعم أفضل المخلوقين انت لخلقي وضرب أخلق سبحانه وتعالى كان أفضلك بدنها عرب يعجم ملائك بشر جني المكرم الوكرم بالقرآن قرآن الوكرم العزيز شرفت بنا المعجزة قرآن كمعجزة لها المستمرة ولقت سعتي على تعاقب السنين سندها إذا بقل كوضة لسعته وقرآن كان كن يأفر بقل إيه وحويا زيادة سنة أيوم حوى أساو تاغنهاي ساسو سعدا ويا سبدل كمدعا كذلك رب سبحانه وتعالى وحكو كرامي نبينا وبالسنن المستنيرة سنوين وحويا نوريسة أو نور نيسا أو نور رؤى للمسترشدين كوا هنندنك أي رب سبحانه وتعالى كرامي كتاب القرآن كرامي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه باطل كهرئي قدالهم إمارة إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون قرآن كأنك يسود الجني أنك أيانا حفظنا إلى أي رب سبحانه وتعالى قرآن كسبحانه كرامي النبي محمد عليه الصلاة والسلام كذلك حلو كرامي بالسنن المستنيرة سنوين كمحوها نور كبضان أو عد ذاتك هنوك الدون على محوه النوريسو المخصوص لغو قوني يلي أو لغو خاص يلي
بجوامع الكلم اريضا معاني بضن كل مسه جوامع الكلم كحال إلى ذاك كلمة ير أو كد من معنى بضان حمبارسا أي جوامع الكلم لير هذا وسماحة الدين هي الدين آد أفضد لغو كرامي صلوات الله إله إن حريسي الكيسي وسلامه نبدي لعين كيس عليه نبي قيلنا صلى الله عليه وسلم دشت الله يلا إيو على سائر النبيين نبي أشك الله صوحر دشت الله يلا إيو المرسلين إنت ربي صادري أو مرسلين تألا سوء ذي جيي إيو آل كل متكست أو أنبياء ذاس إيو رسوشها صح آل كيس دشي سنة أيغان أيا الله يلا نحريسي الكاس إيو نبدي لعين كيس دشت الله يلا إيو سائر الصالحين إن الله إنتي صوبا أو صوحر توكلنا أي نساس دشت الله يلا ساس أولى عليه رحمة الله. أما بعد أنت كذب فقد روينا وحنكوريني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم لما أنت ربي الله ربي هكرا لنغذيه من طرق كثيرات روايوين بضن بروايات متنوعات روايوين كالددوان حنغور إني أنت أيضا صحابة رضي الله تعالى عنهم حنغور إني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قينا قال إنو يري وإنت بأي محوها صوريا من حفظ قفك أحفظيه أو قلبي وقبت أوها يو إلى ليو على أمتي ومديد 40 حديثا أفرت الحديث أو من أمر دينها دين هذا أمر كذا كمدة بعثه الله إله بصوصارة يوم القيامة ما ننت قيامة في زمرة الفقهاء دتك فقه أي أحكام تحمبارسا كوحداس أي الله صبحية أي والعلماء كوحد علماء أي الله صبحية ما ننت قيامة إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء ما أنت قفك عالمك لا شك ولا ريب إنه قيمة دير ديري هيد ومدك له وهدو علم جيسك عمل فره وعالم لم يعمل بعلمه معذب قبل عباد الوثن وين مركا علماء ذا مركا أي الله لصو أي الله لصو بحي أيوليه وفي رواية روايات كلا بعثه الله إلهي بصو بحية فقيها عالما سقوا فقيها هو أحكام تحمبارسن دين الشريعة تحمبارسن أنا عالم أي الله صبحية وفي رواية أبي الدرداء أبي الدرداء رواية ذي سوحية هيد وكنت له يوم القيامة ما ننتقي يا محانو هذا شافعا إرجاء يا نو هذا أو الله نقول إرجاء يا سبحانه وتعالى إيو شهيدا مثل مرقاتك يا نو هذا وفي رواية رواية وفي رواية ابن مسعود عبد الله بن مسعود رواية ذي سوحية هيد قيل له حالو إلى هذا ادخل قل من أي أبواب الجنة شئت جنة الباب هذا مثل الله مثل ربك قل أي الله دهاويان. وفي رواية ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رواية ذي سنة حوليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كتب وحال وقرة أولو قد ديوان قليا ننك أسقع في زمرة العلماء علماء كوحدة ضي القدرة وحشر في زمرة الشهداء شهدده أو جدك ألا كجي هذي أو كل انت يقوى محوية نبعي كتاي كرة توسن كوحدة ضي القدرة أيو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم انت صوري وايضات درت يا أيقو حمبارتي إن أنا أفرت الحديث أنا مدا أنا كل مية ساس أيولي هاي لكن حد بيا اللي ورع جاي بدن حلي مركي إمام النووي عليه رحمة الله واتفق الحفاظ لكن أنت سوناك ما سوشي جني هذا جرتوا لكن دتك حفاظه هو كت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظيه أو ورديه أو إلى ليه وحيد ما سكوا وافقين أنه حديث ضعيف وش أن شقين وناقها هي حديث وناق بدنا شقيني إن السند أهان الرواية أهان أي ضعيف أتايس كوافقين وإن كثر طرقه طرق دع وكسو أرى رجلتك وكوئي ماضي حديث كاس الرجاش وري حبت ربطين وقد سنف العلماء علماء وحي قرين ويسنفين رضي الله تعالى عنهم الله كرى للنقضين في هذا الباب باب كان أفرتك حديثة ما لا يحصى وحان لكوب كريم ومن المصنفات كتب الله قرى كمدة فأول من علمته قفأن أغهي وصنف فيه أفرت الحديث قري
كان أهري وحوها عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله عبد الله بن المبارك أيها أفرت الحديث بقري ثم محمد بن أسلم الطوسي ننكاس أيها أسنى محمد بن أسلم الطوسي العالم علم قبلنا علمك الرباني إذا علمك الرباني مركا لو تيري وقف أمرك الله ربي أنتي علمك بري جيتك أمر بس أهاي كاس أي عالم الرباني ليرا هذا العالم الرباني ثم الحسن ابن سفيان النسائي وأبو بكر الأجري وأبو بكر إبراهيم ابن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وأبو عبد الله ابن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين فقص عن شقني أو ترضبرا أو دم المارك أهري أندم بي الإمام البيهقي رحمة الله عليهم جميعا إيو خلائق علماء لا يحصون أن لكوب ومن المتقدمين كوهر إيو المتأخرين كودنباء مركة إمام النبو حولي جيت كان آن مري وأفرتك حديث إن أنألف النقطي جيت ليقوه الرئيويان حديث كإساقعة ضعيف هالنقطة لكن علماء الإسلام كأيام حوى جيت كان مرين وإبن مبارك الله قصر بالله إلا بيهق إلا خلقي أن لكوب كرن خلائق بركو ليه هاي ولم يجد تتكا قودهان ولم يجد خلائق محول جدا علماء ورجدا إلا تأليفك إيه تصنيفك حلويقنا علماء إنك سبريهان أي صباح دي كمبيوتر وصباح أي جوجل شيخ جوجل كدي منه وحاوة ينقفك إنتو من إنترنت كقلا لا بكري ما كبرة كدي منه محوة وصار ولي إنتو حكاكين إنتو حكاكين وحكوه صار يا كتاب إنت على إيك مرك الشيخ العلامة الفلاني فلان فلان وبعد الكيسة وأنا جاهل قفة حقيقة تدليسك عليسك دعي ودينت إن بدر يبكو كاني والله عجيه كتاب كبر كيسا وحلاص قربت في عم الله سمينا يا كدي منه حلا هذا كتاب كان ما شاء الله كتاب وأزوجي فإذا فيه لا فيه وح كجر لما أركبه وح محوها قيمة له أنا نهين محوين نقول أمد محوها وح لقصوا دعي لا عن عادي هنا سعده وخطره مركا مركا اللي هو خلايق مركا علماء ذا الرجدة تأليفك لذلك تأليفك وحنجري قفك مركو مرحلة أدور كجار علمك أيوه تأليفك بالله بجري إنك استوى علماء قارب ليها أي نركا مقالات أي قرقران إليهين التأليف التعليمي قفك إنه محوها تأليفك كوا حبرتنا ولا شيء جاي نعم وقد استخرت الله قول كاسمر قولك بعد أيوها أو أه إن وعلماء بس كذا دينا أي تندمان وأنه كان يمرك وقد استخرت إلهي بانك خير مير دلبي وقد استخرت وحنك خير مير دلبي الله ألا وين سبحانه وتعالى في جمع 40 حديثا أفرت حديث إن كل ميه هرام وحنو الشجنة إنه أفرت إلا بيه اقتداء أنا وكذا ينا بهؤلاء الأئمة إمام يالكاس والأعلام علم كأهات كلو يقانو أنا وكذا ينا وحفاظ الإسلام إسلام كان رج حفظي أنا وكذا ينا وقد اتفق العلماء علماء وحيسكوا وافقين على جواز العمل إن لو عمل على جواز العمل إن يبنانته عمل فله وعمل فله بالحديث الضعيف حديث كضعيف كإن لو عمل فله في فضائل الأعمال أعماش أصل كذا أسوغنيه وأدلة صحيحة أي كسوغن إن لبضيه أما بمحوها لبيريه حديث ضعيف هذه كسو أرورته إن لو عمل فلكره علماء وإسكوا وافقين أي ليه هاي نعم عليه رحمة الله لكن هذا وفاقس وإمام كسون نقلي جمهور تأي أقبت لكن ضد محققين علماء كم ده أي أرنت أي وفاق إساقة دي دنويا أو حيليه أرنت أي صح معها حتى جمهور تبني أرنت أي ضوابط بيوسمين ضوابط بيوسمين إيو حدود بيوسمين وإلا ما رأي لازم تهيوية نعم ومع هذا أيضا تصاجرته فليس معها أن اعتمادي عسك شديد أنا عسكده على هذا الحديث حديث كان ضعيف معها ويان بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم قول كما بقينا صلى الله عليه وآله وسلم أي أن عسكنا يا في الأحاديث الصحيحة حديث أو صحيحة أو بضن أو كسو أرورتي فضلك حديث أيان عسكنايا حديث كان محوية هاي ليبلغ هجار سيو الشاهد قفك جوغو أذنك إذن كمدا الشاهد قفك جوغو ومنكم أذنك إذن كمدا الغائب قفك مغان هجار سيو
ساس النبي كان يأمرك به صلى الله عليه وآله وسلم وحديث صحيح وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله الله النوري وافتيميو امرأة قف أو سمع مقلي مقالتي قول كي هذا الكيك مقلي وفوعاها كدمنا حفظيي وفأداها كدمنا بحيي وسيقد بيي كما سمع شذو مقلي سنة حديث صحيح ثم انت كذب من العلماء علماء الحكم ده من جمع قف كل مية الأربعين أفرت حديث أو في أصول الدين عقيدة أصول الدين هذه أدركته في كتب المتقدمين علماء ظهروا كتبوا هذا أصول الدين هذه أدمغشوا معنى هذا وعقيدة وبعضهم قارن في الفروع أحكانتي إي فقهي أي وحوين أي كألفين أي كألفين أفرت كاس وبعضهم قارن في الجهاد جهاد كأي كقرين ويان وبعضهم قارن في الزهد أدون كان إن لا يريسته وانتم لو بهاي لغا قاطو اي كقرين ويان وبعضهم قارن في الاداب ادابته وناكسن اي واخ كقرين حديث كسو ارورتي وبعضهم قاركونا في الخطب خطبوين كان نبينا صلى الله عليه واله وسلم وجوديي اي افرت الحديث كقرين ويان وكلها ضمان قارك عقيدته واخ كقري قارك زهدي واخ كقري قارك فروض واخ كقري قارك كقري واخا وين جهاد كقري كقري قارك خطبوين كنبي كقري صلى الله عليه وآله وسلم كلها وكلها رمانتونا مقاصد وأجدين صالحة إيسو صوبا رضي الله تعالى الله كرى لنقضى عن قاصديها ذاتك وناقص وقصدي نعم عن قاصديها وقد رأيت وحان أركيد أمرك وقد رأيت وحان قوان صدي جمع أربعين أفرتن إن كل مية وحديث طبعا وأهم كمهم سن من هذا أنت كونا صوشيغني وقيب قيبت أكوذا مهم سن كله دمانتي وهي أيضا أربعون أفرتن أو حديثا ويان أفرتن كاسو مشتملة أروريسي على جميع ذلك أنت صوشيغنو طن أي وضع أروريسي وكل حديث حديث العرق ومنها أفرتن كاس كم دهنا قاعدة وضب لحات إيتير وعظيمة آد أوين ومن قواعد الدين دين تان تيرش يدم حوها وضب لحات كذا كمدة قد وصفه العلماء علماء أي كنت المامين بأن مدار الإسلام إسلام كوحكو وريك سنيا عليه حديث كأسكا أو هو نصف الإسلام أما با إسلام كنس كيس إنو يهي أو ثلثه إسلام كثلث كيس دحملوت هالمال إنو كي يهي أو نحو ذلك أما ساسل مدة علماء أي كل شجين حديث نوع عصا أي أن أفرتن كاس حديث أو نوع عصا إن عن جمعية أي أن قات أيوليها ثم أنت كذب من التزم وحان طبرك صارنا يا أو حوي أن قاضي مسؤولية ذي في هذه الأربعين أفرتن كان محوى حديث أن تكون إن أهاتا صحيحة صحيح إن أهاتا يا بلن قاضي يا بلن قاضي لكن بالأحرى أن تكون ثابتة حديث سقوم ويا لا شك إلا في بعضها نوع مقال نعم قال كمدة والله رحمة الله لكن أصل كحديث أس وحديث سجن النبي أنك سجن صلى الله عليه وآله وسلم وحي أي وحكوا جرا إن شاء الله تعالى مركان دول جوجنا أيان برا رجندنا ومعظمها حديث الأفرتن كأه أنت هذا بدنا في صحيح البخاري ومسلم مسلم البخاري بيكون سجنين وأذكرها وإن شاء الله تنلبات محذوفة الأسانيد سنة كون كجوينيا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي بس أن كوكو ما يقولي أن كوكو بيقوليها والسند كي رجس أوطن بنانك يعني جايا وأذكرها وانشري حديثها محذوفة الأسانيد سند كأيضا كجرا ليسهل إن فوضى حفظها إن لحفظيه أو يعم ومحوها عام نقضة الانتفاع بها إن له انتفاع إن شاء الله تعالى إله يدو محاهدونا وقد انتفع بها فعلا ولو انتفع لا شك ثم انت كذبنا اتبعها وحنطبديقيا ببيان بباب اتبعها وحنطبديقيا بباب باب وفي ضبط خفي الفاظها الفاظه هي اريضا كسغن حديثا كذا قرصون ان اد لو فهمي كرين ومعناها ير علوس حمبارسن ان ان عديه باب أرنت أيضا أيضا دبر إجايا وكياد الله هو لجح في وإن بدنا كم ده تبها كميلو وينبغي وحها بالمرك
لكل راغب قف كستا او دونا في الآخرة آخرة وناقيدة دونا جنة هذا درجات كذا حور العين هذا حساب الآن هذا تضليل كأمحوها هركة عرش الرحمن لسوها ريو قفك آخر وناقيدة دونا وحاويان وحاوهبون أن يعرف إنو قرته هذه الأحاديث أحاديثا إنو برته أي وهبون ويان محايل اللي ما اشتملت عليه ويح أي كلانسطي أوجد ومن المهمات وحيابا آد مهمة وأصوش دين تي فروع دادي إذا أول بقليس أي كلان ستي ويان واحتوت أي كوبتي عليه إساق ومن التنبيه برارج على جميع الطاعات طاعات كالقبته أما هنغة قولي أما قلبي أما محوى حمنا هلقى قبته أما عرب كالقى رواق أما قلبي هلقى عقيدي أما محوى حمنا كالقى قبته طاعات آد أبداً باي محوى كوبتي وين حديثات وذلك أرنك أساقنا ظاهر ويعدها لمن تدبره قفك فيرفيريه أبا وعدها ويان وعلى الله ألا وين أيان اعتمادي عسك شديد الله أي أهاتي وإليه ألا وين أي تفويضي أمر كيقنا نبدك تنا الله أي أهاتي واستنادي إي عسك شديد وله الحمد إله بما هذا سكرة والنعمة نعمة وطن ربي بأسكرة سبحانه وتعالى وبه إساق أي التوفيق وفجنت إي والعصمة دورتان كان ربي سبحانه وتعالى إساق أي أسكرة إمام النووي عليه رحمة الله مقدمة ذات قيمها بضن أي كتاب كيسك باللابي إلهنا سبحانه وتعالى إن بضن وأمنيات كيس أها إن كسي بضن برب سبحانه وتعالى وسيي كتاب كان أدب لو انتفاعي لا شك وقري مجرى وقريها مسلمين تكامدة إلا والله لا وحويا كتاب كيس أها أنا ولا وفا إذي بفضل الله عز وجل وبمنه ورحمته وكرمه إن ير أيام برارو جن ربا أو أه وان سوكو بخلاص ما دام الله ضافي عفوا و وحال يري قفان تلين جرنا دو تليو إذا انتج جرنا تكتا مركوا مركا جزاكم الله خير وقفان من بركوا حكا آخرين جرنا ماشي مركوا ويحتجاوز إن شاء الله تعالى والهجا جندنا مركا مسألة أن برارو جرب وحيتها درسيقة ضد كذا جيس لا بقى يبغى يقيم سنين ضد وضد أرضية والرسمية ونبهنا إن شاء الله عز وجل إن العلم كان حباراً لقوا حساب تمه لقوا امتحانه كدي بنا إجازة لقوا سيف إجازة لو حنا قلنا جرني سوفي هذا هنا يبحيان ساسا أنا قاعد منتشر هذا كأن إجازة سوفين ببحث أنت محاها تصبح هو اللي قاطر أبرك لقى قرعة كدي بنا إجازة جدا سعين لويرة ساسا لو يقنا لذلك المتبادل إلى الذهني ذهني قف حوسة ودقدقة وحيت هاي إجازة إن هاي تهاي إنه محوها بوكس بنك سوفي هذا سانا صح معها إجازة وطريقة سالكة متبعة لدى سلفنا صالح إلى يوم الراهن وطريقة علم الغبرة حتى أحاديث ورين تيدا طرق دلو حنبارة تحملك وحكمة طريق الإجازة والوجادة مركة ددنا عصرت ونبرك كوبات أما اختبان هالنقضينا أما كيرا دينا أما بقولها قارينا وإن ددنا عصله له وعلمي قاس حنبارة لقول حساب تمه إلهي وحنا قوافجي سبحانه وتعالى عن كل حساب تمه قيبت الله بعض وقيبت ددك دقي سنة وجمهورته وكفى إذا إيجا لفت الكوضة كمل إيدنا لا شك وحلقي يا بأينا حفظيان كدمنا أمد وقد بيان كدمنا أمد أي وقد بيان أي أمد كوانفعا لا بضع قيب وتقريبا أيادتك أي قيب سامي دورا إن شاء الله عز وجل قيب تمركا حساب تنكا قف أن لا أقول ملاثة تنكرا وميا وحمركا إن شاء الله تعالى سمين دورنا وحي مجلس كان دم كدم بيو أرضي ذا رسمي قاعة أو كتابك كنت حميان أو وقتك لقلينا إلا وقت الله بحنايا إن وقت لو قلي أو حاوين كدمنا أدون محوها هاي دوركس ما صح ما دتك يقوى إن أي قرينيهن وعريف يقف محوى هرجوغا أي شان حتى قف كده ورجال جنبي عشر كلا جبرية وصل إيمان تاسع ولا ماذا صار يصير رفتة هلا الله يابنا هلا يابنا أنت يا رب عن قرنا يا شيخنا الشيخ صالح العصيمي عليه رحمة الله ونكب بالله بي مركب بالله بي رج وحكى ده جيست وضيال برضه وحكى ده جيست رج جامعة وحكى ده جيست دكاترة أو أستاذ كرسي حكى ده جيست عشر كيسوانين ولي أنا دكتور قادني نك أسقعة
هدي أتقف لوجه في ذي الدرس جيس وكعيرها مسجد النبي يكو أخريا كتابه قف هدول لوجه قف في ذي مجلس كاس إلا الحديث النبي قام يشرب وقيبينا هدو قف لوجه في ذي وحليه أنت مريض مئات بكته قف جرهن أو لو يها لوجه لجها مئات حنون سن هدو يلا نعم ما في مشكلة لكن هدو يلا وأنا عظمات قرا وحلي به عشر كذا وأنا كبار كرا وين مركي أرجله قلا ولا أرجيه دور كراق فرد جيسين انت انا وتعظيم اي وينين لو وينين حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يعلمي يا اخواني في الله مركه لبداس غروب ان شاء الله تعالى قيبن دونا حلقه اذان كان ان شاء الله والى الله جزاكم الله خيرا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى.